مسيو سامح، احنا عندنا دلوقتي طلائع الجيش وعندنا سيراميكا ولازم نركز جدا، وفي نفس الوقت البعض، وتقولي رأيك، يعني بيتكلم في قصة أهمية التدوير هنا. يعني مارشال كولر لازم يعمل عملية روتيشن بقى، لأن الفترة اللي جاية مضغوطة جدا، ولازم يعني ماتشات، مش هقول لك وجب ان هي تكسب، بس يعني الأفضل بكتير ان احنا ما نضيعش مننا اي نقاط. فهل انت برضو مع فكرة الروتيشن ده هيبقى مهم جدا الفترة الجاية، عدم التثبيت على تشكيل معين؟ بس خليني اقول لك على حاجه، انا اتفق عليها. هو اوريدي حاصل يعني فكره الروتيشن شويه، بس عشان اصابات. صحيح، هو كولر من المدربين الشاطرين الواعيين اللي عنده عين حلوه جدا في الملعب، بيقدر صحيح. يشوف. هو امبارح عجبني جدا في المؤتمر الصحفي، قال انا ما عنديش حاجه اسمها لاعب على الدكه ولاعب اساسي. ايوه، ما عنديش فكره مين يشيل الشاره، شرط الكابتن، ما يعني ما تيجوا انتوا بقى تدوروا الفريق مكاني. الراجل كان خلاص ناقص يقول كده. الراجل بيتعامل مع الفريق بكامل طاقته، الافضل بيلعب، واللي موجود اللي على الدكه زي اللي في التشكيله اللي الاساسيه. هيقدم صح هو ده اللي دي هيلعب، سياسه مارسيل كولر، ده اللي بيخليه يعتمد على كافه اللاعبين. صحيح. ما بيسمعش للانتقادات، ما بيسمعش لوسائل الاعلام، هو بيشوف قدامه مين انسب 11 لاعب يدخلوا في الفورمه. طب انتقادات كتيره جدا طالت محمد شريف وطالت احمد عبد القادر، الاثنين امبارح في منطقه التالق لسه بنتكلم. هو احمد بص بيقول لهم يعني انا مش ناسي اللي بتقولوا عليا، انا مش ناسي الانتقادات. او فكروا فيها تاني، ايوه بالظبط كده، كده وتمشي كده. فالراجل لا طبعا، احمد عبد القادر باين حتى في احتفاله ما كانش سعيد قوي. طبعا احمد عبد القادر نفسه ان هو يبتدي التشكيله الاساسيه، نفسه يبتدي مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا والدوري المحلي، ان هو يكون في اول او على راس التشكيله الاساسيه. وجوده على دكه البدلاء بيزعله وبيوتره، حاله كحال اي لاعب مجتهد. طبعا امبارح احمد عبد القادر حاول مره واثنين وثلاثه، لان ساعات بيتهم بالفرديه، ساعات بيتهم ان هو مش بيزيد قوي في اللعب الجماعي في الناحيه الهجوميه. لكن الراجل امبارح دايما تهمه بتطال معظم اللعيبه المهاريه، دي حقيقه. أي حد هو عايز يعبر زياده يتقال لك ده اناني، او مش يعني من زمان بتتقال. هو بيبقى عايز الراجل يعبر عن نفسه وعايز يخدم فرقته. وامبارح احمد عبد القادر طبعا اضاع بعض الفرص، ولكن الراجل قدم بشكل لائق بالشكل المطلوب، احرز هدف ولا احلى. كمان محمد شريف امبارح اتكلم عن محمد شريف، حدث ولا حرج. انا ضد انك تقول شريف المخيف، ضد الالقاب، ولكن لما لاعب يستحقها ولما لا. امبارح محمد شريف بيرجع للمباراه الرابعه على التوالي، بيسجل في الدوري الممتاز. امبارح محمد شريف بيصل للهدف رقم 9، ان هو يبقى هداف الفريق في الدوري الممتاز لهذا الموسم. ده رقم كويس جدا. لما الناس تطالب ان محمد شريف يمشي، الناس تقول ان الاهلي محتاج، الاهلي محتاج مهاجم سوبر، محتاج الى جانب شريف والى جانب كهربا، ولكن بالامكانيات المتاحه لمارسيل كولر هو قادر يلعب بنجم الشباك كهربا، وقادر يرجع محمد شريف تاني للنجوميه على الشباك من جديد. امبارح انا فرحان بيه. رجعنا للنقطه اللي نهاوند كانت بتكلمك فيها من شويه، فكره ان فعلا السكواد كله بتحسه فايق بشكل ملحوظ، مش مجرد حالات فرديه. لا هو من الاول عيننا بتروح مثلا لحسين الشحات، مصحصح الفتره دي، عيننا بتروح لبيرسي تاو، مصحصح الفتره. لكن صحيح كلامه مظبوط فعلا، وعارف يا كريم متعلق. كمان كنت تشوف تالق في مباراه اثنين، وبعد كده تلاقي الاداء اقل في مباراه بعدها او مباراتين، لكن حاليا بنشوف الحمد لله تالق للعيبه بنسبه 90% ثبات في المستوى. ودي نقطه برضو تحسب لكولر بصراحه. طبعا هو كولر عامل حاله هايبر في النادي الاهلي. كولر جاي الاهلي في مستشفى اصابات، في تراجع شويه في النتائج، مطالب بدوري ابطال افريقيا، مطالب يعالج جراح الدوري الممتاز اللي ضاع لموسمين، مطالب يكسب سوبر، مطالب يكسب الكاس. كان محطوط قدام قصه وحكايه وحدوته. فازاي الراجل يرجع اللاعبين دول ان هم يعيدوا ترتيب اوراقهم في الاهلي؟ ازاي يرجع قفشه يفوقه؟ ازاي يمسك محمد شريف يقول له انت مهاجم النادي الاهلي، اعرف قيمه التيشيرت اللي انت لابسه؟ ازاي يخلي كهربا نجم الشباك في وسط كل الازمات اللي بتحيط بهذا اللاعب؟ ازاي يرد على كل المنتقدين لبيرسي تاو؟ انا اول واحد وقفت كان بيرسي تاو بالمناسبه. الكل كان بيقول لي ازاي يعني يا سامح تتكلم عن بيرسي تاو ان هو هيبقى جناح طائر ممتاز؟ قلت لهم هذا اللاعب كجناح طائر هو من الممكن ان هو يفشل كراس حرب. انا وجهه نظري ان هو لا يستطيع لعب كراس حرب صريح ويكون سوبر، ولكن هو جناح طائر بيقدر يزيد في ناحية الهجوميه بشكل محترم جداً. لما الولد خرج من اصاباته، لما فاق شويه، لما بدا يلعب مع كهربا، بدا يزيد في الناحيه الهجوميه، بدا يلعب التيكي تاكا ويسلم ويتسلم ويلعب، بقى بيحرز اهداف اللي هو كان نفسه فيه. حصل وتالق ويصنع لكهربا ثلاثيه امام القطن الكاميروني، مباراه عنق الزجاجه قبل المباراه امام الهلال هنا في القاهره. فكولر عمل حاله هايبر، خلى الكل
في تنافس، الكل عايز يبقى ما هي الهيبره دي برضه من ضمن العناصر اللي ساعدت على ان الاهلي دلوقتي متصدر الترتيب في الدوري. بالمناسبه النسخه دي من الدوري المحلي شايفها يعني حجم التنافسيه فيها واصله لفين؟ لا طبعا هي نسخه استثنائيه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. في فرق في الدوري لفتت الانظار بشكل محترم جدا. خلونا نبقى روحنا رياضيه زي ما انتوا دايما يا فندم طبعا يعني بتبهرونا بحته التواضع وحته الموضوعيه وحته انك انت تتكلم عن الفرق بمنتهى الشياكه والاحترام. نتمنى ان الكل يتكلم بهذا المنطق.